فيتصل كنا بنتكلم في فضيلة الصبر على كل شيء. المريض ما يقسي، ربنا يشفيه ان شاء الله يعفيه، وقاعد يكفر عن سيئاته يكفر. فدي حاجة كويسة، الصبر حاجة جميلة جدا. ألا تلاحظوا أن الصبر قدم على الصلاة؟ ما تلاحظتوش دي في وانتوا بتقروا القرآن؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. ربنا قدم الصبر عن الصلاة. أظن دي تخليك تقف وقفة قوية جدا جدا مع نفسك. قلة المال قد يعني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتسرق؟ ماشي، اسرق وخش جهنم. هتنصب وهتخش جهنم؟ صبر لحد لما ربنا يعدي الازمه، وجايز ربنا بيختبرك يشوفك هتعمل ايه. كان المرضى كتير جدا جدا ما بيبقاش الصبر ده رقم واحد في حياتهم، فاحنا بنحاول ان احنا ايه نفهمهم ما هو الصبر. القيمة الكبيرة للصبر بتبان في حياة إنسان بسيط، والله البسيط أكتر. يعني مثلا هقول لكم حاجة، إحنا في الصيام دلوقتي، خلاص الصيام صبر، صبر ومشقة، 30 يوم ممتنع عن كل ما هو بتحتاجه، مية وأكل وحياة زوجية، واللي بيدخن ممنوع، وحاجات كده. الصيام صيام قلب مش صيام جسد، صيام قلب، قلبك صائم. يعني واحد صايم وقاعد يشتم، خلاص خلاص ما لا داعي لانك ترهق نفسك في انك تبطل مية وشرب. ليه؟ الصبر بيخليك تعدي. ولكن تنبيه هام جدا من أب أو أخ للمرضى الممنوعين من الصيام، أنا بقول لك اصبر على عدم الصيام، ما تتضايقش. واحد فشل كلوي، ممنوع تصوم، ممنوع تصوم، صدق هتيجي تقول لي بس هو ربنا قال وأن تصوموا خير لكم، اقول لك زي ما قلت قبل كده، ما هو ربنا قال ولا تقربوا الصلاة، بس كمل الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية بقى كملت وأن تصوموا خير لكم، كمل الآية إن كنتم تعلمون. أن تعلم من حد متعلم أن الصيام ده خير لك ما يضركش. احنا في أول رمضان وأنا بقول لك أهو حسب ما الدكتور يقول لك، هبوط القلب ممنوع يصوم، الفشل الكلوي ممنوع يصوم، اللي عنده سكر وبياخد انسولين مش اقراص ممنوع يصوم، اللي التراكمي بتاعه عالي جدا حتى لو كان بياخد اقراص ممنوع يصوم، و و و عندنا بعض الامراض الدكتور بتاعك هو اللي هيقول لك صوم او لا تصوم. ما تخافش. دي مقدمة خفيفة كده عشان نظامنا في رمضان هيبقى دايما في أول كل حلقة قيمة من القيم اللي ولادنا محتاجينها نفكرها بيهم. فإن شاء الله بإذن الله نقضي شهر مع بعض كويس جدا بقيم كويسة جدا، ومع هذه القيم هنتكلم على المرضى، يعني رسائل المرضى اللي هم بعتينها. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله.